أعتبر اللعب هو أحسن طريقة لتربية الأطفال. واخا هو يلعب، ولكن أي لعب كنعرفو بلي عنده واحد القواعد ديالو صارمة عادة، واللي كيخصنا نحترموها باش كيمكننا نلعبو ديك اللعبة. إذا ملي كنجلسو مع الأطفال ديالنا وكنلعبو معاهم أي لعبة جماعية كيف ما بغي يكون النوع ديالها، بلا ما كنطلبو من الطفل الاحترام ديال القواعد، هو بداتو كيحترمها وكيرفض مثلا الغش ملي كيوقع في اللعب. وملي كنشوفوا الحياه الاجتماعيه ديالنا في المجتمع بصفه عامه كنصيبوا نفس القواعد، يعني ممنوع الغش، ممنوع الكذب، احترام الاخر، التواصل مع الاخر. الا ما توصلناش ما كيمكن لناش نلعبوا. اذا كنصيبوا واحد المبادئ كبيره وكثيره ديال التربيه موجوده في اللعب. وفي نفس الوقت اشنو كنربحوا حاجه واحده اخرى، هي انه الروابط العاطفيه بين الاباء والاطفال كتزيد تشداد مزيان، كتولي قويه بزاف اثناء اللعب. وحاجه واحده اخرى عاوتاني، هو الوقت اللي كنوفروه للاطفال ديالنا وكنوريهم اللي احنا مستعدين ورحنا جالسين معاهم كنلعبوا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.